خلينا بلا عشاء. أنا إيه بقول بلا عشاء هيك مننام خفيف. حرقصني وقليلهم بلا عشاء بس أنا شاعر ولاد. قبل ما نوصل لفوق وقفنا على الطريق على لقمة طيبة عرفتكم عليها قبل اسمه أنكل أشو. بوقتها ما قدرنا نتعرف عليه لأنه كان واقع وكان بعده ظهر المستشفى. اليوم إجا خصيصا من البيت عم بيعرض شغل كتير بتشرفني تعرفكم على أنكل أشو الأساسي والعائلة أكيد وشو بيعملوا. ساندويشات قديمة تقليدية كونفورت فود. ريدي؟ ريدي. نحن بننزل وهنا بيبقوا بالسيارة حماس. شو بدي خبرك؟ كنت بالسيب الأحمر، كنت عندي كاروان حاطه على البحر وشاءت الظروف أحداث مع أحداث اللبنانية بال89 مش بدي أعمل شيء. قال أمي يلا تنحضر مفتاح عمال كاروان سناكم بسناكم. فتنا وسمينا أنكل أشو وعملنا كاروان وصورته ما بعرف إذا فرجيكم على أي أبني موجودة وعملنا رخصة بلدية وبلشنا بالمصحة وكملنا المسيرة وتجوزنا وجبنا أولاد ومن وراء المصحة ولقمتنا الطيبة عبا أنو عملنا هالعائلة الكريمة وكتر خير ربنا. هي بإرادة ربنا وبتعبنا أكيد أخذنا هالهم هون بال2015 وكتر خير الله. وبعدنا بالبيت شغل كل شيء تحضير المايو والثوم اللحمة البرجر كل شيء بالبيت تحضير ما في غير أكيد مثلا كريسبي بنجيب من السوق بنستعمل أفضل أنواع يعني اللي بده يجي بيجي يشرفنا ويشوف يعني نوعية البضاعة وبيصل عنا بالسوق إن كان جبنة وغيره وسلامي وكل هالأخبار ودخيل اسم الرب كتر خيره. هلا الشباب استلم ابني وهو هيك عم بمشي السوق وبعدنا نحن بالبيت أنا ومرتي وهالأخبار وكتر خير الله وبفضلكم أنتوا يعني الزبائن الكرام أنتوا اللي حبيتوا لقمتنا أنتوا بكون تعطوا رأيكم فينا مش نحن نعطي رأينا بحالنا. كنت شهرته بشيء أنا ما كتير فيني هيك هو التومات كل شيء بنعمل بالبيت يعني مثل ما بيطعموكم بيطعموا الناس بتطبخوا بمطبخكم بيك أمك أنت واللي بيجي لهون حتى لو هو سناك براد بيبسي بس هو بيت أكل بيت كونفورت فود تبع البيت. هلأ طعم التوم لكل الناس خصي إلكم نحن شو رح ناكل عندك؟ رح نعمل لك سبيشال بيكن برجر هي هيدا البرجر مع البيكن والشدر والباربيكيو بتجي الصاب سبيشال وفينا نعمل لك سبيشال تشيز برجر بتجي شوي يعني ليبانيز برجر مع الهامان تشيز وهيك كمان بنعملها بالصاب إذا بدك. بدي دواك اليوم اللي هنزل ساندويشي انا عم جربها وكثير طيبه هي سب اكس سب كيف شو بنسميها هي بيض مع بيكن وتشيز بخبز السمارين بيجي فيها نعناع اخضر وكيف ما بتحب انت عرفت كيف يعني وسميه وهيك شيء طيب هذا اول داي بريكفاست سب. يلا اشتغلوا انتم ببعضكم انا زاني طلعوني برا. ما فيك تاكل هون ما فيك تاكل هون على التروتوار وطلع الناس. سيد ما في هون هيدا كله شغل بيت يعني مش لحمة لحمة خبرة مية مية بس هيك ما بينزل منه طلع حجمه مع السمكة. نحن بنفضل الخبز لأنه في عالم إجمالا بيجيبوا الصامونة بس بحطوها هيك بس مشان تسميكي. نحن بدك طعميه حشوة للزبون بدك طعميه ياكل اللي هو طالبه مش ياكل خبز وياكل عجين بقى. ونحن هيدي وهي اسمها غواصة أساسا السبمارين يعني بدك تسيع فيها مأكولات مش عجين يعني نحن بنفضيها هيك تنعبيها دجاج نعبيها سجق نعبيها الأشياء اللي لازم تتعبى فيها مش نعطيها حشيش. ونحن عندنا كمان في السيستم انه كل سندويشاتنا بنفضل نحن ما بنحط بطاطا فيهم السندويشات العربي. الزبون اللي بده ياكل بطاطا ياكل تيستطعم بالاكل عم ياكله ما بدنا نحط له حشوه الفاضيه وما يستطعم بالاشياء المنيحه يعني مثلا كان سجق ان كان قصبة دجاج ان كان طاووق كل هالاخبار يعني شفت نحن كيف بنفضيها سبيشل تشيز برجر وسبيشل بيكن برجر. وعم نعمل كريسبي هلا عم نبلش بالكريسبي هيدي الكريسبي بدها مايونيز بنحط كاتشب خفيف هردل ونحط الخس ونرجع نحط الكريسبي واخر شيء كل شيء هلا بعدين بفرجيكم بشو بننهي باي جبنه وشو نوع الجبنه وكل هالخبريات.
البطاطا ذكرتها تبع البحر ايام زمان، كان بعدنا اصل كرتون العلبه كرتون، وهيدا الكاتشب الطري كثير رفيع. بالشكر وكش بالشكم جيد ستارت. قديش حطيني له علامة؟ 10. والله بحب كتير كي بفضي الخبز من جوا، بعدين بيجي بحمصها بفوتها على الفرن بتصير تقرش من برا. بتحسوا المكونات؟ كونفورت فود تبع طفولتنا من علمه لأولادنا. هيدي آخر واحدة نزل على المنيو هلا عن جديد، تخيلوا سميناها سوا The All Day Breakfast Sandwich. ليش؟ لأنه فيها بيض، فيها جبنة، فيها نعنع، فيها شيء بيطلع عبالكم تاكلوه على التربية وفيكم تاكلوه كل النهار. شكله حلو لا؟ خبزة طرية منا محمصة. يلا باب عبالك دوق. كيف النعنع عايش وبتعطيها احساس حلو. المايونيز قش الكريبيسي، واو طعم جديد لها كثير. جبنه جامبون بيض كوبا شي مهم. ها طيبين ها. كثير حبيتها، كثير 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 حبيتها. هاي بتربح، هاي بتربح 11/10. بنخبر دائما الاولاد عن سندويشات الطفوله، هول اللي كنا ناكلهم ايام كنا بعدنا بالملجأ وبالحرب، يعني ايام تنذكر وما تنعاد. مزبوط. وهلا بيرجعوا بدقون هن، وهن بكره بعد 20 سنه بيرجعوا بيقولوا هول السندويشات لاهلنا كانوا ياخذونا عليهم. ايه وبيعطونا رأينهم وبيشوفوا اذا بعدنا تاريخنا من قديم وجاه وبزيته ولا لا. 100%. الخبزه صارت بتفضيها روعه، البرجر هي اللحمه تبع الضيعه يعني كنا ناكلها نحن وصغار، والخضره والمايونيز عن جد فعلا. واخر وحده اللي انت اخترعتها فيني اقول لك اطيب وحده. فكرة انك تحط نعنع وتاكلهم بالليل، فكرة انك تحط كبيس مع البيض هنيك، هيدي اخر وحده منا محمصه طريه خبزتها بتربح. ننصح الكل يجي يدوقها واكيد كل الباقي. ميرسي كثير على وقتك. طيب بس تكون قاعد بالتخت حكيم زعبر حبيب قلبي. لا بعد بس برا بكره معي زعبر انا وانطوني. مضبوط انا وياك رح نزعبر. يلا باي.